السلام عليكم. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الآن نستطيع إنتاج الوقود النووي وسنبدأ استخدامه قريبا. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن بلاده صار بمقدورها إنتاج الوقود النووي محليا، ووفقا لتصريحات أدلى بها لوكالة سبوتنيك، أكد إسلامي أن إيران يمكنها الآن إنتاج الوقود النووي محليا، وستبدأ قريبا استخدامه في محطة بوشهر للطاقة النووية. وقال يمكن لإيران بالفعل أن تنتج الوقود النووي محليا، لقد أجرينا محادثات مع روستوم ونأمل أنه كجزء من تعاوننا بناء على الخطط والعقود التي سنوقعها معها سنتمكن من القيام بذلك والبدء باستخدام الوقود الإيراني في مفاعل بوشهر. وأشار إسلامي إلى أن إيران توفر بالفعل نحو 80 مليون برميل من النفط من خلال توليد الطاقة الكهربائية من محطة بوشهر للطاقة النووية. وقال بفضل محطة الطاقة النووية هذه تضيف إيران 1000 ميجاوات من الكهرباء إلى الشبكة، وقد أنتجت بالفعل نحو 52 مليار كيلووات من الكهرباء حتى الآن. ولفت إلى أن كمية الكهرباء التي يتم توليدها تعادل توفير نحو 80 مليون برميل من النفط، مشيرا إلى أن بوشهر مشروع تاريخي لإيران وروسيا. يعد بناء وحدات الطاقة في محطة بوشهر للطاقة النووي أكبر مشروع روسي إيراني مشترك، وفيما تم ربط الكتلة الأولى في محطة الطاقة النووية التي تم الانتهاء منها بالتعاون مع روسيا بشبكة الكهرباء الوطنية الإيرانية في سبتمبر أيلول 2011، يجري الآن العمل على بناء الكتلة الثانية. وبينما تم توقيع عقد لبناء وحدة الطاقة الثالثة تزود موسكو طهران بالوقود النووي اللازم لتشغيل مفعل الوحدة الأولى، حيث تم توريد آخر وقود روسي في أبريل نيسان 2020. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.